رجعنا لكم بعد الفاصل مع المنشد الديني الشاب الجميل اسلام حلاوه. زي ما قلت لكم اسلام شاب جميل، قصه كفاح. يا ريت كل شاب يكون بيتابعني دلوقتي يعرف اسلام عمل ايه في قصه كفاحه عشان يوصل للمكان ده، وان شاء الله هيوصل لمكان احسن واحسن. اسلام حلاوه ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عامل ايه؟ كويس جدا الحمد لله، تمام. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله واحنا باذن مبسوطين الله. ان انت معايا النهارده ربنا يخليك في حلقه خاصه عن حب الرسول عليه الصلاه عليه والسلام. الصلاه والسلام، يعني الرسول والسلام. ان شاء الله نقدم حاجه كويسه ان شاء الله لكل اللي بيتابعونا باذن الله. باذن الله. انا عن نفسي سمعت صوتك. تمام. يعني وفي ناس كتير طبعا صحابك وكده عارفين صوتك الجميل. اكيد طبعا. انا عايزه تكلم الناس تعرفهم اسلام، مش المنشد الديني دلوقتي. تمام. لا، اسلام الشاب الجميل اللي ابتدى قصه كفاح من هو صغير في بلدك. تمام. احكي لنا بقى. طيب تمام. والله بص اقول لحضرتك حاجه، طبعا من وانا صغير يعني يمكن اتكلمت في اللقاء قبل كده برضه في التلفزيون برضه قبل كده، ان احنا يعني اللي زي مثلا كان عنده حلم وهدف واضح ان هو يوصل له. فطبعا اكيد انا كنت باخد كل الصعوبات اللي بتقابلني بالايجاب مش بالسلب، ان دي بتديني دفعه او بوش لقدام. كنت ياما وقعت وقمت، ياما فشلت بس حاولت، فشلت مره وحاولت، فشلت مره وحاولت، بس في الاخر يكفيني الشغف ان انا حاولت. انت بلدك ايه اسلام؟ انا عايش في القلوبيه، مركز توخ، قريه كومبتين. بلد كده، بلد جميله بناسها واهلها الطيبين، طبعا ناس جمال جدا. اكيد ما دام انت منهم. يعني ربنا تحيه يخليك. لاهل ربنا يخليك. بلد اسلام، تحيه ربنا خاصه يخليك. طبعا عشان انا انا بحييهم كلهم دلوقتي، فعلا بحيي اهلي وجيراني وكل اصحابي وكل بلد اهلي، كل واحد في بلدي كده بيتابعني دلوقتي انا بحييه والله. بعمل كل ده عشان افرحهم يعني واكون حاجه كويسه ليهم. اكيد اكيد. ابتديت بقى احكي لنا كده، انت كان اشتغلت، قلت لي قصه كده في التليفون احكيها. هي يمكن مش هتكسف طبعا، ده شرف ليا عظيم ليا. الحمد لله كنت انا بدات بكوفي بوي في بعض الكوفيهات، وستيوارد في المطبخ كده مع طباخين وكده يعني في موقع مساعد الكون. مساعد. وكنت برضه يعني بغسل مواعين وكده، فكان كل ما حد يشوفني يقول لي يا ابني والله انا بتنبأ فيك مستقبل كويس. قلت له هو ده اللي انا بسعى له، وعارف ان اوله من هنا، ان انا لازم اتعب عشان ربنا سبحانه وتعالى اكيد مش هيضيع تعبي ده. كان سنك قد ايه؟ كان سني 16 سنه. 16 سنه. كنت انا بقى بسافر بعيد عن اهلي بقى. بتسافر بعيد عن اهلك ليه؟ طبعا عشان بقى شغلي وكده. عشان ايه؟ عشان ايه؟ طبعا عشان يعني اشتغل واتعب واجيب فلوس كويسه اقدر مثلا اخد بيها مثلا كورسات واقدر اطور بيها من نفسي، يعني من ناحيه تبقى عمليه وعلميه في نفس الوقت. وكان عندك 16 سنه. كان عندي 16 سنه. يعني كنت ما بستخبى والله تحت الاتوبيس، كنت بستخبى تحت الكرسي فعلا والله فعلا. الضابط يقول لي تعالى انا شفتك. فيقول لي انا حبيت طموحك وحبك جدا، يعني كان الناس اللهم لك الحمد كان الناس بتحبني اللهم لك الحمد، ودي كانت حاجه كويسه مساعداني ان انا اكمل في شغلي. أكيد. اللي انا بقى ما اتعبش وانزل بقى اجازه ما اطلعش الشغل تاني، لا انا كنت بذاكر. حتى كنت في الثانويه العامه، كنت انا وقتها كنت شغال في فندق، لسه فاكر الفندق لحد دلوقتي. مكستكانا، شارع الموتيلات في شرم الشيخ. الفندق فين؟ في شرم الشيخ. في شرم الشيخ. شارع الموتيلات. ما تقولش اسمه. تمام. المهم ايه، انا يعني كنت انا وقتها في ثانويه عامه، فكنت انا بشتغل فتره وانزل اذاكر شويه لحد ما نزلت اجازه قبل الامتحانات بفتره قليله خالص، بحيث ان انا اجمع بقى بعض او كم كبير جدا من عشان اقدر امتحن واجيب مجموع كويس. والحمد لله ربنا كرمني، يعني ما ضيعش تعبي ده الحمد لله طبعا. وكانت من هنا بقى بدات انا اتغرب واشتغل واسافر. حياتي كلها تعتبر يعني سفر بعيد عن اهلي، في موقع بترول مثلا. انت في ايه دلوقتي؟ انا حاليا شغال اصغر مدير عام في موقع بترول. انت دراستك؟ كليه تجاره، المفروض اتخرج ان شاء الله. يعني انت موازي، انت كليه تجاره. ايوه. متفوق، انا عارفه ان انت متفوق فيها ما شاء الله، بتجيب تقديرات كل سنه، وفي نفس لله. الوقت بتسافر. ايوه بالظبط. بتسافر عشان انا في شباب اعرفها كتير صغننين قدك كده قاعدين في البيت ويقولوا انا بابا اللي مسؤول ان هو يصرف عليا لحد ما اخلص الجامعه. انا بكلم ناس معينه هم عارفين. انا والله بقعد هناك 15 يوم وتحت 15 يوم. في بص يا اسلام، انا ليه حبيت ان انا استضيفك النهارده، ان انت فعلا قصه كفاح هي موجوده بس يمكن مش ظاهره. تمام. في شباب كتير زيك بيقولوا لا انا هخلي انا والدي هو يقعد يصرف عليا، وتلاقيه ماسك الموبايل 24 ساعه. انا والدي والله، انا والدي يعني ده حاجه عظيمه جدا، انا بحبه جدا جدا يعني،
والدي والدتي طبعا يعني انا هم بيشجعوني اصلا ان انا اشتغل واصرف، مع ان هم مثلا بايديهم ان هم مثلا يدوني واجيب اللي نفسي فيه كله، بس طبعا انا حبيت ان انا اعتمد على نفسي، اكون طبعا انسان عصامي، طبعا اعتمد على نفسي من وانا صغير. ليه بقى؟ عشان لما اوصل مثلا اكون انا معتز بنفسي وفخور جدا هو ده بنفسي، الراجل وهو ده يعني، اللي انا عايزه. هي دي الرجولة ايوه اكزاكتلي. الحقيقية. اصل مثلا بعد عمر طويل مثلا انا لو وقعت في مشكله اقدر اتصرف واقدر صح. احلها، تمام؟ اقدر اتعامل مع الناس بشكل عام، يعني اللي انا اقدر اتعامل مع الكبير والصغير. طبعا ما سافرت واتبهدلت وعرفت خدت الدنيا خبرة، ماشيه ازاي، خدت خبره خدت خبرة. والحمد لله دلوقتي، الله يبارك، الحمد لله بقيت اصغر مشرف عام مسؤول عن ستاف وخدمات. انت ابتديت اللي اسلام قاله لي قبل الهوا ان هو ابتدى زي عامل اكيد في اكيد. مكان معين في فندق، دلوقتي بقى هو ماسك مدير بقى الحمد لله مدير دلوقتي، المكان ده. الحمد لله. يعني شاب ابتدى من كام سنة، كان عنده 16 سنة، اكيد ابتدى عامل زي عامل نظافة، اكيد. عامل وفضل يترقى وفي نفس الوقت مجتهد في دراسته، الحمد لله فضل يترقى لحد ما وصل ان هو بقى مدير المكان ده. انا الحمد بحييك لله. يا اسلام جدا، ربنا يخليك طبعا، شكرا جدا. وعايزين بقى نتكلم على ناحية صوتك الجميل. بسم الله ما شاء الله. يعني والله برضه كنت بغني في الاول، بس حاليا انا حبيت الانشاءات، شفت نفسي في مجال الانشاءات. سمعنا، طيب احنا تمام نقعد بقى نتكلم ونقول للناس صوته حلو، احنا عايزين الناس تسمع الصوت. تمام هتسمعنا ايه دلوقتي؟ لاجل النبي ان شاء الله لاجل باذن الله. النبي. تمام. لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي. لاجل النبي ولاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، على النبي. يا إله الكون ده كلي، كلي انت عالم بيا، كلي كلي بيظلموني، وانت شايف يتهموني، وانت عارف يا عبادك ايه حصل لي. انا في جاه النبي تكرم عبيدك، والنبي لاجل النبي ولاجل النبي، والقعدة حلوة والنبي عند النبي. لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي. لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي. لاجل النبي كلي كلي انت عالم بيا، كلي كلي يا إله الكون ده كلي انت عالم بيا، كلي يا عبادك ايه حصل لي، بيظلموني وانت يتهموني، وانت عارف انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي. لاجل النبي، لاجل النبي، القعدة حلوة والنبي عند النبي. والنبي، والنبي. الله، نتمنى كلنا القعدة تبقى حلوة عند النبي عليه الصلاة والسلام. نتمنى كلنا نزور يا النبي. رب يا رب، سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا، فداك يعني نفدي طبعا بروحنا وانفسنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني يوم عظيم، يوم جميل جدا، المفروض ان احنا كلنا نبقى نعتز بيوم زي ده، كلنا طبعا نحتفل كده بالنبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا ملاحظه حاجه بقى النهارده يا اسلام، اتفضلي. حاجه حلوه جدا على فكره. الازمه اللي حصلت بسبب الرئيس الفرنسي ماكرون، مش عايزه اقول اسمه اكيد بصراحه، مش عايزه انطقه يعني. خلتنا انا اول مره احس النهارده، انا كنت جايه يعني مع ناس النهارده بقول لهم انا اول مره احس فعلا بمولد النبي. اكيد طبعا. تحس ان الناس كلها حتى على الفيسبوك
يعني انا تحس شفت الناس كلها سبحان اول الله. يو اول ايوه سنه صح، ايوه صح رب ضاره نافعه، بالظبط كده. رب ضاره نافعه فعلا واخد ترند كده، بيصدر كده ان كله كده الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، في عليه اجمل من الصلاه كده؟ والسلام، وكلنا عملنا البروفايل ايوه بتاعنا الا بالظبط، اكيد رسول طبعا الله، مع ان اكيد انا عندي وجهه نظري برضو ان مش هو ده اللي ننصر بيه رسولنا الكريم. اكيد اكيد. ننزل على البروفايل بتاعنا حاجه حلوه ان انا اكون صورتي على البروفايل فيها اسم الرسول عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام، والسلام. بس فين الدور الايجابي اللي اقدر اعمله عشان ارد على الرئيس ده؟ الدور الايجابي ان انا اقاطع المنتجات اللي فرنسية بيقولوا أكيد عليها انها فرنسيه، بالظبط، اكزاكتلي على طول، من بس غير كلام، من غير انا تردد. لو قطعنا تخيل انت كده يعني العالم كده وانت ما قاعد، هم قالوا إلا المقطع أصلا، هم تخيل قالوا تخيل كده يوم واحد الامه الاسلاميه كلها قطعت منتجات الفرنسيه، هيحصل ايه؟ طبعا أكيد هيحصل اعتذار بالليل، بالظبط بس على احنا طول، يعني احنا اكزاكتلي نعمل كده، ما أكيد. نكتفيش بموضوع أصل اللي هو الا فداك يا رسول الله. طب ماشي، وبعدين أهو يعني هو فين بس الايجابيه بقى في الموضوع؟ هو فعلا لو احنا حضرتك فعلا عملنا الحل ده اللي احنا قطعنا اصلا منتجاتهم، لازم هم بنفسهم يمكن هم هو نفسه خايفين. يطلع يعمل اعتذار رسمي، اصل ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده نبينا عليه وقائدنا الصلاة وقدوتنا، ده اللي والسلام، تعب سنين عشان يوصلنا رسالة الاسلام، ده كان ما كنا احنا حابب كده ولا حاجة، يقول لا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة، ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اللي خاتم الانبياء، هو اللي وصلنا رسالة في حاجة، في حد قال مقولة عن الرسول عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة ان والسلام. هو لم انا لسه قاريها امبارح، ان هو كان في حد من الكفار شاف جنازة كافر، حد من ايوه الكفار ميت، قال ايه؟ اتضايق وقال ان زعل، لان ايوه قال لك نفس بعدت عنه كان عايز يدخلها الجنة. اكيد اكيد طبعا يعني شوف، اكيد يعني هو بيبص على الكافر. اكيد. احنا دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض لو في مشكلة حصلت تيجي تلاقي حد يقول لك ايه؟ ايوه طبطب عليك يقول لك ايه؟ يا عم اكزاكتلي صلي على النبي في عليه الصلاه قلبك. والسلام، عليه الصلاه والسلام. وبعدين اقول لحضرتك حاجه، طيب صلي على النبي في قلبك عليه دي الصلاه ايه؟ والسلام بتحس بعديها بايه؟ براحه، براحة. ما بيقول لك صلت المايك. عليه صلت عليه، حسيت بايه دلوقتي احسن ولا ايه ولا ايه؟ صلت عليه حسيت بايه دلوقتي احسن ولا ايه ولا ايه؟ صلت عليه حسيت بايه دلوقتي احسن ولا ايه ولا ايه؟ حسيت بيه فعلا، فعلا حسيت براحه. تبقى راحة. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكل الصلاة يقول والسلام، نفسي نفسي وهو يقول امتي امتي يا رب، الكل يقول نفسي نفسي وهو يقول امتي امتي يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايش حياته كلها كده يعني من الكفار واستحمل اذى المشركين عشان يوصلنا رساله الاسلام، يعني رمز الاخلاق والجمال والاسلام، هو اللي وصلنا رساله الاسلام، يعني ده نبينا وقدوتنا وقائدنا، والله كلنا فداك، يعني نفديك بانفسنا يا رسول الله. هو كلنا فداك يا رسول الله. نقاطع بشكل ايجابي، اكيد طبعا نقاطع ده لازما المنتجات، على لكن طول. اللي احنا فيه النهارده صحينا على خبر برضو ان في كنيسه في فرنسا حصل فيها هجوم او حاجه كده، حصلت حد اصاب. لا تمام هو مش ده الدين الاسلامي يا جماعه، ايوه الدين الاسلامي مش ارهاب، احنا ناخد حقنا أيوة. بس دين تسامح، بالتسامح. دين تسامح، بقول لحضرتك النبي صلى الله يا عليه وسلم ريت كانت يبقى في صوره للرئيس، انا مديها الكنترول، يا ريت يجهزوها لي. كان في صوره للرئيس ماكرون، اتفضل اتفضل يا اسلام معايا. طبعا فطبعا يعني انا بس كنت عايز اقول لحضرتك يعني اللي احنا طبعا لازم ناخد نشوف حل ضروري جدا لقطع المنتجات الفرنسيه طبعا عشان يطلع اي اعتذار رسمي على طول دي اكيد. صورة الرئيس، كان دي اللي مش عارف الموضوع ده، دي اسيرة فرنسية كان بقالها حوالي 4 سنين في جمهورية مالي، كانت تمام راحة مع بعثة طب او تغذية او كده، ومسكوها هناك قعدت 4 سنين هناك، بعد كده رجعت. فالرئيس الفرنسي، دي كانت اخر اسيره هناك، الرئيس تمام الفرنسي عمل المستحيل عشان خاطر ترجع، وفي الاخر رجعت مسلمه. دي اقل حاجه يقدر يعني تمام الاسلام يرد عليها عليه، تمام رجعت الاسيره مسلمه. احنا بنشكرك جدا يا اسلام، الله يخليك طبعا. واحنا هنختم برضو معاك بانشوده حلوه، تمام وبحب برضو اكرمك على الهوا، الله يخليك هي يوصف لي حاجة بسيطة، وإن شاء الله لما تسافر وترجع تبقى معايا برضو فقرة تانية ده شرف لي أكيد إن شاء الله بإذن بإذن الله، الله أكيد. ودي حاجة بسيطة أحب الله يخليك طبعا، أهديك بيها. ربنا يخليك، شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا ده لحضرتك، على إنك بص يعني أنت مش منشد ديني بس، أنت نموذج وقدوة حسنة للشباب، الله يخليك، ده شرف إن لي أنت والله، فعلا كده. شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا اتفضل لحضرتك، يا أستاذ. الله يخليك، شكرا.
هو في اتفضل خليك قاعد. تمام. هو في الفيديو اللي اتذاع في الفاصل، الفيديو ده اهداء من غزه لقناه صحه وجمال، برنامج طاقه ايجابيه حصري. يا ريت نختم بيه لما بعد ما نقفل، لان الفيديو ده جاينا من غزه، من القدس، من استاذ نظمي الايوبي واستاذ احمد الايوبي واولاده. انا بحييهم على الهوا، وان شاء الله هنعيد الفيديو الحلقه الجايه وعد عشان اكلمهم مكالمه مباشره باذن الله. ميرسي جدا استاذ نظمي الايوبي، ميرسي استاذ احمد الايوبي، وان شاء الله اللينك بتاع الاغنيه هتلاقوه في على اليوتيوب. وحاجه تانية، اللي سالني النهارده على العبايه اللي انا لابساها، العبايه دي بس عشان انا وعدت برضو الناس اقول لهم، العبايه دي معموله مخصوص لتسنيم عبايه برنامج طاقه ايجابيه. اكيد طبعا طاقه ايجابيه فعلا. انا مبسوطه بيها جدا، وبشكر جدا المحل الاميره ستايل في شارع العشرين في الهرم، هو عاملها لي مخصوص عشان انا كنت حابه ان انا قلت له انا عايزه حاجه البسها في مولد النبوي الشريف، فانا بشكره جدا الاميره ستايل، بشكره جدا جدا على الهوا. طيب. نورتني يا اسلام، ربنا يخليك. وعايزين نختم بانشوده حلوه من عندك. تمام. بحبك وبايدك واتمنى ابوس ايدك، خدامك ومبيدك يا جد الحسن حبيبي محمد، مفيش زيه اتنين، حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين، جماله دلاله متغطي بجلاله، جماله دلاله متغطي بجلاله، تقعد قباله تشوفهم الاتنين